تنسي مع ليليا. بونجور، نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا راديو اي اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا، توحشكم لو خرج مع كامله لحد الاخر حتى لحد هذا، خليت عليه بقعه كبيره برشا. اكيد انتم زاد راكم توحشوني، نعرف بقعتي عندكم، ربي يخليكم. ان شاء الله نعدي وقت مزيان مع بعضنا كيف ما العاده، حلقه مزيانه، حلقه جديده من اللي تنسى من توا نص نهار حتى للساعتين. توحشتكم بيان سيغ، توحشتكم على الاخر زاده، مش شوي شوي. يعطيكم الصحة، كما قلنا ان شاء الله نعدي وقت مزيان مع بعضنا. الناس الكل نستناو تليفوناتكم على 31 380 ألف، اقتراحكم، رايكم، دبارتكم، بوكوا با اي حاجة، احنا موجودين على ذمتكم مش ندلوكم بالطبيعة. زاد تنجموا تفرجوا فينا، تدخلوا على اليوتيوب تشوفونا على شان تي في اي اف ام، يا فام تي في، تفرجوا فينا اون ديريكت. تنجموا تخلينا زاده لي كومونتير نتاعكم المزيانين على باج فيسبوك راديو اي اف ام، تطلبون على 31 380 ألف. كيف من العاده نستقبلوا ضيوفنا. الهواء طايح شويه، تولي الصيام بدا ياثر، وصلنا ديجا 15 اليوم الاولانيين. ان شاء الله مبروك بيان سور على الامه الاسلاميه، ومبروك على التوانسه وين ما كانوا، كل ما هو تونسي وين ما كان موجود على هذا الكوكب. انا والمستمعين نتاعنا وين ما كانوا نستقبلوا مع بعضنا ضيوفنا المزيانين الحلوين بالحق شرفتوني. ودي ما نقول انا نساء بلادي، نساء ونص، محلاني بيونون تغيب احلى نساء الدنيا، كما قال اسمه كاظم الساهر، اما نزار قباني، نزار كتب وكاظم وصل. نستقبل بعضنا الدكتوره الانيقه الرشيقه المزيانه الحلوه اللي شرفتني اليوم، ايمان قسنطيني. اهلا وسهلا. صباح الخير ليلي، نهارك زين، نهارك مبروك، نورتنا، عايشك، مرحبا بك، يعطيك الصحه اللي قبلت الدعوه. دونك استشاره معناها طبيه معكم ايمان قسنطيني على ذمتكم، نجموا تطلبوها اي حد عنده اي سؤال اللي حب يعرفوا صحيا في رمضان، في الصيام، في اي قلق. ايمان اليوم باش دللكم على ذمتكم، معناها اي سؤال كما تنجموا تطلبون على 31 380 ألف، كما تنجموا زاد تخليوا لي كومونتير نتاعكم على باج فيسبوك راديو اي اف ام. بعد شويه مروه تقرا يجبك من المستحسن اللي يحب يسالها يسالها اون ديريكت، يكون احسن باش تعرف تجاوبكم. معانا الجميله والانيقه والرشيقه والحلوه والسمراويت، هما المحال عاملين برشا مشاكل ايما تلخر هذيا، وماخذين هكا سكسي طيارة وما نحكي لكش، ولو ما لقيت حقلت اسمه احترت كيفاش نوصفك يا حلوه يوم العينين، كحل كحل مزيانين. نستقبل بعضنا سماح محمد، اهلا وسهلا بزين الزين. عسلمة يا جدي، فرحانة برشا اللي موجودة معاك، وعسلمة السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل. محليه البروجرام ومحليه اسم البروجرام اللي تنسي، دونك ديجا ملي نحن قاعدين نحس فيه هكا برشا انرجي بوزيتيف وبرشا هكا حاجات حلوة مزيانة، دونك فرحانة برشا اللي أنا موجودة معاك صديقتي من سنين، وأول مرة نكون موجودة معك في البروغرام وفي راديو اف ام، دونك سا مفي ان غون بليزير. مرحبا بك، نورتني وشرفتني، وشكرا لقبولك الدعوة، وتعرفني أنا نحبك برشا. سا مفي ان غون بليزير. وللحديث بقية، مازلنا باش نحكيو، مازلنا عندنا ما نقولوا. نستقبلوا مع بعضنا كيف ما العادة غنية على التعريف، الجزء المتجزأ المعدة باش تضربني، ما نعرفش علاش مش عاجبها، شنو مش عاجبها. معنا صابرين الشيف، أهلا وسهلا صابرين. أهلا ليلي، شنو أحوالك؟ جمعة كاملة ما تقبلنيش، والله توحشتني. حاجتك محليك اليوم ديجا على الاخر على الاخر، والله محليك 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 زيده معناها وديني رمضان وديك رمضان ما فازيتك ليه، والفلوري حشيلو حاجه واو يا جماعه، وكان تراوها حشيلو حاجه واو على الاخر. انا ننصحكم تتفرجوا معناها في الديريكت، انا ننصحكم على الاخر خاطر محليها اليوم ليلي على الاخر. يعيشك، مرحبا، حضرت لنا حاجه المره الاخرى، المستمعين طلبوا حاجه حلوه اليوم، حضرنا برشا حاجات باش نعملوا برشا حاجات مزيانين. اي بيان سور، مثلا شنو باش تعملوا؟ قول لنا. والله انا نعطيهم الاقتراحات، يحبوا يا نعملوا سمسه يا نعملوا كعكلوز، لي كومونتير يحكموا ان اشني الروسيت اللي يحبوا عليها معناها. بلي كومونتير مروه، شنو رايك سمسه؟
شنو رايك سميح؟ انا كاكلوز معك. شنو رايك كاكلوز؟ بلوتو سمسه. كنا طلعنا نحبوا السمسه دونك ماذا بينا نعملوا سمسه. اوكي بارفي. ومازال عندنا برشا حاجات حلوين، برشا حاجات مزيانين، مازال عندنا ما نقولوا، مازال عندنا ما نحكيوا، مازال معنا في الاخراج نستقبلونا نفرحوا به ونقول له اهلا وسهلا بعد الغيبه الطويله سي امين، مرحبا. ولو اني انا متغشى على الاخر عليك سي فيني اونتر نو، مال الحديث بقيه فاصل ثم نتواصل. أو في اللي تنسي مع ليليا. اللي تنسي على أحلى رجو رجو إيا فيم. أهلا وسهلا مرحبا بكم، تحيتنا لكم وين ما كنتم تسمعوا فينا مستمعينا الكرام. تحية كبيرة برشا كل ما هو تونسي وين كان موجود. بيان سور ماذا بينا تشاركونا رأيكم اقتراحكم، تطلبون على 31 380 ألف، وإلا تخليوا لي كومنتير نتاعكم المزيانين على ذمتكم. الدكتورة إيمان قسنطيني، أي سؤال صحي يخص رمضان يخص أي حاجة هي على ذمتكم، تنجموا تطلبونا إن شاء الله. عنا المعدة نتاعنا الجميلة أنيقة قرت ومعناها وشدت وألحت إلحاحا، قلت لك إنوني با كيستيون، لازم تقول عاد شنشينا، دونك خليكم عاد شنشينا. شنشينة اليوم على ليلة زينها الريش والريش مدور بها، لا تتعطى ولا تتشري ولا تعطى مال فيها. نعاودها مرة أخرى. ما فهمتيش أنا. على ليلة زينها الريش والريش مدور بها، لا تتعطى ولا تتشري ولا تعطى مال فيها. نقولها ولا خليها؟ كنت طلعتها قل لي. على حسب التقريب شنو رأيك، شنو تنجم تكون إيمان؟ نعرفش هك سميح شنو تنجم تكون؟ عاود مرة أخرى ركز ركز باش تفهم. على ليلة زينها الريش والريش مدور بها، لا تتعطى ولا تتشري ولا تعطى ميل فيها. ميل فيها حلوة هي. هي دونك خليكم هي ما ان شاء الله ما تصعبش على الجميع اللي قاعدين يسمعوا فينا. دونك لالا بالريش وما تتعطاش وما تتشريش. خموا معنا يا جماعه شنو صناعه ولا خليقه؟ حاجة فينا هي، حاجة خليقة وفينا موجودة فينا. صدقني طلع حاجة في الكوزيمان. مانيش ليليا كمان طلع. ليليا بربي قول لي بالسرقة. صدقني طلع ليه ليليا ما تقولهمش عادة خليهم. ليليا أنا بدي نعرفها شنية. أنت نكتب لك في ورقة باش بعد كي يقولوا الريزلتات بتخش إيش نقولها لك شنية. أنا طلعتها. ملا ليلي ملا ليلي. ملا ليلي. حلو 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 البازا. نستنيو الغزلتا نتاعكم ان شاء الله والاجابه نتاعكم على باج فيسبوك راديو اي اف ام. باش نتعداو مع بعضنا انا والضيوف المزيانين الحلوين الروبريك كواد نوف. كواد نوف. اهلا وسهلا سماح، مرحبا بك، نورتني عزيزتي، ديك وحشه كبيره برشا. انت عارف قداش نحبك، واكيد فما برشا ناس يحبوك بالطريقه اللي انا نحبك. ما نعرفش علاش ماكش ظاهره برشا، ما نعرفش علاش ماكش موجوده برشا. نجموش نعرفوا شنو عندك جديد؟ فماش حاجه في هكا الافق القريب الجميل؟ عندكش اضافه لي مثاليه؟ فماش حاجه؟ انا توحشتكم برشا زاده ليلي، وتوحشتك انت سبيسيالمون. دونك بالنسبه للجديد عندي برشا جديد. غايبه خاطر على غالب مانيش موجوده في تونس، دونك معناها نحاول لو ماكسيموم نسرق روحي من الخدمه من البلاد اللي انا عايشه فيها باش نجي لتونس باش نقدم جديدي. وايفيكتيفمون دونك عندي جديد، عندي زوز غنيات توينسا تونسيين. دونك نعرفش صحيحه تونسيين تونسيه فوالا هاي كم عايل مدام تعمل لي التصليح. دونك فوالا عندي زوز غنيات تونسيات واحده وفيهم اغنيه اخرى باش نصورها كليب، وهي ديو مع الفنان واللاعب كره القدم وليد الهيشري. دونك نوجه له تحيه كبيره برشا. بروجي اوريجينال على الاخر. دونك فوالا قاعد كله بصدد التحضير. فما حاجات جدد دونك؟ عندي زوز غنيات حاضرين ديجا كملوا، والكليب قاعد يتحضر والاغنيه قاعده تتخدم. مش بخيله شويه انت؟ انا بخيله برشا خاطر بالمود ماك تعرف ليلي تعرفني بالقد موديه برشا، وهو ما يجيش في الغنيه وفي خدمتنا نحن مود وشويه البعد يخدك فهمت. دونك فوالا ان شاء الله ما
تسامحوني معني على بخلي شوية معني. إن شاء الله إن شاء الله اللي جاي أحلى وتنحي البخل ونبدأ في صفحة جديدة ووضعية جديدة وحاجة أخرى جديدة. بعد شوي نرجع لك تغني لي أغنية مزيانة اللي أنا طلبتها منك عام ونعرف تحبها 2015. شنو طلبت منك؟ الأماكن. صحيت ربو. نحب نحكي شوية مع الدكتورة الضيفة الجميلة والأنيقة بشنو وتنصح المستمعين إيمان في الصيام في السخانة في الوضع بالظروف الصعيبة ذي صحيا كورونا، شنو تنجم تكون نصيحتك في العموم؟ في العموم هنا نصيحتي في العموم ديجا احنا نسم كان جور ديجا نص رمضان تعدى من زي النص الاخر ان شاء الله يتعدى في احسن الظروف من كل النواحي. دونك كيفاش يقولوها اون اساي باش اولا نطلعوا المعنويات نتاعنا، خاطر مالوغوزمون في رمضان هذايا لاحظنا المشكله الكبيره بخلاف مش مشكله جوع ومشكله عطش، لاحظنا برشا عباد معنوياتهم ياسر طايحه، معنويات طايحه على خاطر رمضان ماهوش كي العاده، رمضان ماهوش كيما مستنسين، رمضان افيك ان كوفغ فو، رمضان افيك لو كونتكست كورونا، دونك برشا عادات وتقاليد تبدلت، برشا حاجات معناتها سميت اغيفي حتى انا باش نمشي نخرج في الليل باش نشوف مرضى وشفت معناتها الدنيا غينيا ومعناتها سافري ما تحسش ما ثماش لومبيونس تاع رمضان بون، مي في الدنيا هذه لازم نعرفوا نختاروا زاد فما حاجات ابجد من حاجات والصحه نتاعنا المهم نقعدوا لاباس بعد رمضان ولا في كونتينيو مثلا ميلوا الى يتعدى رمضان. دونك الناس كل تضحيه جماعيه هي تاع العباد الكل، دونك نكملوا اللي صايمين يكملوا يصوموا ويصوموا هما يحاولوا يكونوا شيخين معناتها مورالمون ولا والعباد المرضى كيف كيف يستحفظوا على رواحهم وياخذوا دويتهم بصفه منتظمه. توا كي سخنت شويه الدنيا نعاودوا اون انسيست سورتو على شربين الماء، حاجه مهمه برشا باش يشربوا الماء سورتو في الليل كم العباد توا سوفون ما عادش تخرج دونك لي جون نقصوا من شربين الماء هذا اللي لاحظناه. وغيان كو البارح شفت ان باسيون راجل كبير عمره فوق 80 سنه صام في رمضان وبعد ما ديك طلع عنده فشل في الكلى معناتها تقلق على الاخر وصارت مشكله كبيره. دونك فما برشا عباد ساموا مع الاسف ما غير ما شاوروا الطب نتاعهم من قبل. دونك توا في ال 15 يوم الثانيين سوفون يعرضونا لي كومبليكاسيون الحاجات المخالفات نتاع رمضان اللي ما تبعوش فيهم النصائح الطبيه اللي قالوا لهم لا ما تصوموش والا ولا تهاونوا في اخذ الادويه. دونك شفنا مثلا قاعدين نراو في العلامات هذوما من توا ابغتيغ دو لا سمان بروشين هذاك شنو باش نشوفوا من ناحيه الامراض. دونك نعاودوا ننصحوا العباد اللي عندهم امراض مزمنه واللي الدكاتره نتاعهم قالوا لهم ما تصوموش من فضلكم يحترموا الدكاتره واللي قالوا لهم تصوموا وعطاهم طريقه كيفاش باش ياخذوا دويات نتاعهم كيفاش يشربوا الماء كيف كيف يتبعوه واللي متقلق ولا صارت له قلق ديجا يحس يروح ماهوش كي العاده ولا الي بيرتوربي ولا فما حاجه ولا يحس المرض نتاعو تعكر مع بعد ال 15 يوم هذوما، خاطر فما زاد عباد ياخذوا دويات مثلا اللي يلزمهم يتاخذوا كل ساعتين ولا كل ثلاث سوايع، دونك يجوا في رمضان اللي زاكيمول يحطوهم وحده في شق الفطر وواحده في مثلا في وسط الليل وواحده في السحور وكان قاموا تسحروا. دونك ال 24 ما عادش اون اريف بلو ا ايتالي لي ميديكامون على 24 ساعه، دونك هذوما زاد مشكله فيهم. دونك ما نلقيوش انفسنا الى التهلكه سي با سا لو بوت ولا نحاولوا دونك نعديوا هال 15 يوم هذوما باش بالكدا ونستحفظوا بيان سور على الكورونا وعلى الوقايه الصحيه واللي قاعدين نقولوا فيه هذا الكل باش يتعدى رمضان سلامات ونخلطوا العيد لاباس وبي لا في كونتينيو ان شاء الله كل عام وحنا حيين ان شاء الله يا ربي يعطيك الصحه ايمان. مازلنا راجعين لك مازلنا مش نحكوا معاك خاطر قلت في وسط الكلام قلت كلمه انا شديتها نحب نرجع لك اما قبل ما نكمل نكمل مع إيمان نمشي للقروين معنا عليا. مرحبا يا عليا. ألو مرحبا يا عليا. مرحبا يا مدام ليلي يعيشك. مرحبا بك يعيشك. نحبك برشا نحبك يا مدام ليلي برشا وحبيت نسألك تعطيني وصفة وللتنسي مع عز 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 برنامج وناس مفيدين. مرحبا. لكن ما عندي في فيسبوك باش نتابعكم حبيت تعطيني وصفة السمنة. أنا عندي شكير السمنة مدام ليلي. شو عندك؟
عندي كرش معناتها. عندك الكرش. اي. انت ايمان تنجم تجاوبها؟ شوية نجم. ولا مشكلة السمنة هي مشكلة موجودة في كثرة مع الأسف في تونس، ولا والحل هو الحل الوحيد هو التغذية متاعنا، طريقة مثلا الأكل متاعنا، لما نقصوا من الكمية متاع الأكل ونزيد كيف كيف، والنوعية متاع الأكل. فما نوعية متاع الأكل اللي فيهم برشا الحلو واللي فيهم لي ماتيغ غراس، هذوك حاجات، والمقلي والزيوت كلهم يسمنوا، والحلو ولي سكري دونك معروفين، والخبز والعجين. دونك باش الواحد ينجم يضعف يلزم حاجتين، يلزم ينقص من الكمية الساعة أولا لا كانتيتي، تحاول تاكل اقل من اللي انت مثلا تاكل، تقعد ديما شويه جيعان احنا نقولوا، تضعف لازم ديما عندك اون بيت سونساسيون دو فان، تقعد تتبع فيك. دوزيامون تو اجي على الكاليتي، نوعيه الاكل، ناكلوا خضر، ناكلوا غلال، ناكلوا اللحوم، بدنا ناكلوا حاجات صحيا فيهم منفعه من غير ما يخليونا نزيدوا في الوزن. والحاجه الاخرى المهمه اكوتي دو لاليمونتاسيون هي لاكتيفيتي فيزيك، هو الرياضه. ما تنجمش تحرق اللي انت كليته كان ما تعملش رياضه، اي نوع متاع رياضه كو سوا مشي ولا رياضه في قاعه رياضه، تو ما ثماش تو في فيو الكورونا ما ثماش، اما معناتها اي اكتيفيتي فيزيك سبورتيف تخليك معناتها نحاولوا نحرقوا بهم لي كالوري اللي خديناهم عن طريق الماكله. دونك سي اون هيجين دو في توتال. بيان سور نحكي على السمنه العاديه، بيان سور خما السمنه المرضيه اللي تولي نجم تستحق حتى عمليات عندها السمنه، ونحكي بمواضيع واللي عندكم عبيد عندهم ضغط الدم وعندهم سكر وعندهم وبرشا دونك مشاكل تابعه السمنه تنجم تصير. دونك الحل بالنسبه للشعب، بالنسبه للعبيد لا ماجوريتي اللي يعانيوا من افراط في الوزن او السمنه سيغ بوا والا اوبيزيتي، هو الحل فينا احنا ماذا في العبيد. دونك اكتيفيتي فيزيك، رياضه، والنوع ميزور ايجينو ديتيك والتغذيه كو سوسوا لا كاليتي والا لا كانتيتي، حاجتين مهمين باش نجمو نقضيو ونقصوا الكيلوات الزايدين. اون دو بروفيتي مدام رمضان. مدام رمضان فوالا حاجه مزيانه على الاخر، وبعد شويه في 100% بيو انا نعطيكم الطريقه العربي اللي تنجمو تنحيو بها الطريقه اللي هي بعد شويه عاليه تسمعني فما طريقه اللي تنحي بها الكرش وتحافظ على بقيه الوزن، معناها وين لازم يكون وزننا بعضنا مازلنا متواصلين. معنا يدور لي تليفون. اهلا وسهلا مروه. فوزي من سليمان، مرحبا يا فوزي. عسلامة مدام نيلي. يا مرحبا يا سيدي، مرحبا، رمضانك مبروك. عايش يا عايش ان شاء الله، مبروك انتم مزيانه. يعيش مدام يعيش. بهنش الدكتوره. أيه. مرحبا. انا راني بعد الفتره كاين تقلق بالبعد نتاعي. وي هذا زاد المشكله هذه موجوده بكثره، القلق نتاع المعده اللي يجي بعد شقان الفطر. بالطبع انسان صايم نهار كامل ولا وبعديك دخلت وقت شقان الفطر وناكلوا دي كونتيتي على بعضه ولا نبدا الماكله نوعيه الماكله الساعه اون جينيرال نبداو مثلا دابور يشرب الماء، بعديك ياخذ اون سوب حاجه جيريه، بعديك البريكه، بعديك لو بلا برينسيبال. هذه نحكي لك الماجوريتي نتاع التوانسه معناتها من عاداتنا وتقاليدنا هذوما هما معناتها. دونك هذه الكميه نتاع الماكله تبدا على بعضه هذيك بعد شق الفطر، ولا بعديك سوفون يشربوا قهوه ولا كيستي وزيد معاها حاجه حلوه، سي توت افي نورمال. هذه معده قاعده مرتاحه نهار كامل وانت جيت عم تهبط لها ديريكتومون توت سيت كانتيتي لا، كيفاش باش يصير الهضم؟ دونك الهضم دونك لازمنا طريقه نتاع اللي باش نجموا سوسوا الهضم، سوء الهضم ولا قلق في المعده ولا وجيعه ولا دي بالونمون، يفهم تنفخ الكرش بعد يقول لك بعد ما نشق الفطر نحس كرشي نحس روحي متقلق. دونك الناس ماهيش قاعده تهضم بالكدا كيف كيف، لا وسي حاجتين مهمين. دابور لازمك تاكل بصفه بشويه بالسياسه اون ايتال، معناتها سي با لا بين باش تاكل في درجين، معناتها لازم تكمل كل شيء وكل شيء. نحاولوا سورتو لابيد اللي يعرفوا روايحهم سنسيبل ويتقلقوا، اون ايساي ديتالي دونك لا شي لو ماكسيموم. والحاجه الثانيه زاد مهمه شويه رياضه، شويه مشي على ساقين، دونك دو فيغ حتى ام تي تو حتى قدام حتى في الحومه في الدار، يخرج شويه يعمل يعني شويه مارش ام تي كار دور 20 مينوت ما فيها بيس، لا تو ديجير تو اريف باش تهضم. باهي سي فوزي تحياتنا ليك ولسليمان الكل. اسمع الكلام ما تاكلش على بعضه وحده وحده، خلي شهريه كامله كل مره كل حاجه بشويه بشويه تحس قلقك ما تاكلش على بعضه بالراحه بالراحه بالراحه. باهي شنو هو اكثر حاجه كيفاش تحس انت القلق معناها في رمضان هو ولا
حتى نحس كلي باش نرد هكا معناها خاطر كليت على بعضه ولا ربما تكون عندك زاد مشكله في المعده ولا قلق في المعده حاجه ممكن زاد هو نزوش نحطوا كل شيء على 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 رمضان كما نقولوا دونك كان فريمون القلق هذا متواجد وانت خديت الاحساس هذوما الكل وقتها يفوا عليه كونسلتي طبيب مختص ولا طبيب جينيراليست نتاعك ولا مختص تاع المعده نجم يكون نوع تاع التهاب نجم يكون نوع تاع قرح في المعده نجم بارك الله فيك عشرتي دكتوره يعيشك بارك الله فيك يعطيك الصحه على المشاركه يا فوزي مازلنا متواصلين مع الدكتوره مازال سؤالات نبدلوا شويه جو شنو باش تغني لي يا عسل يا مزيانه يا سمره يا حلوه نخمم في نخمم في الحريق بتاع المعده تو مشيت للمعده ايه. نرجع للفن ملا نرجع للفن شنو باش تغني لي شنو غنيت لي انت 2015 شنو غنيت لي اماكن هكا مقطع صغير بيه. اوكي الاماكن كلها مشتاقه لك والعيون اللي نرسم فيها خيالك والحنين اللي سرق روحي وجالك ما هو بس أنا حبيبي الأماكن كلها مشتاق لك مشتاق لك برافو 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 وين مراك حتى بعد 10 سنين قلت غني لي الاماكن وين غني لي ما عنديش شوف باش تغني لي من عندك حاجه هكا من زينه يا من عندي نقولوا ما نحبش الحزن ديما نحب لا لا ما نحبش حتى انا ما نحبش نقولوا انت عمري واو مش عمري كهوا تري بيان وعمر عمري زاد مش حتى عمري كهوا عمر عمري عمري رجعوني عنيك لأيام اللي راحوا علمونا ندم على الماضي وجراحه تيرارارارا مسير شنجمة اللي شفته قبل ما تشوفك عيناي عمر ضاع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته الله اللي شفته قبل ما تشوفك عيني ازاي علي علي اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي علي علي انت عمري صباحو انت 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 عمري الله 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 فريمون برافو 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 تبارك الله عليك ما شاء الله عليك مروحه بيك معايا نروح بيك للدار انا ندخل الكوجينه نطيب لك اللي تحب وانت قد غنيت والله احلى احلى جو ما عنديش احلى جو انت اللي ما يتقلقش منك ومش مجامله تعرفني ما نجملش ما نعرفش نجامل انا بالحق
إنسانة ما يتقلقش منك، قاعدتك محليها، تعطي إنرجي بوزيتيف، وهذا بالنسبة لي أنا إن سي تري امبورتون عندي. الإنسان اللي يعطيني بوزيتيف فايبس نحب، معناها ما نحبش إنسان حتى تلقاه مسكين ما ضرنيش ولا ما عمل لي حتى حاجة خايبة، أما تحس عنده ديما طاقة سلبية. دونك هذه العبيد بالحق نحب نصيحة نفسية بون شوية ما نعرفش، أما بالحق ابعدوا على العبيد هذوما، حتى كي ما تحبوش تضروهم ولا معناها الفو با واحد يضرهم، أما اون فيت يبعدوا عليهم لو ماكسيموم، خاطر بالحق نحن تو في العالم الكل في الدنيا الكل طاقه بطبيعتها سلبيه والكل، دونك نحاولوا الماكسيموم الناس نعطوا طاقه ايجابيه ونقعدوا مع ناس ايجابيين. اش قالت الدكتوره؟ وي توتافي هذاك اللي كنا نعملوا، خاطر قبل كنت تحكي ايمان على الكلام، قلت الجو تبدل، فما برشا حاجات تبدلت، خاصه تحس العباد مورالها طايح. مثال ان شاء الله غالب سبحان الله، احنا في فتره تتعدى تاخذ وقتها، الفتره هذه تخص العالم الكل، معناتها ماناش حاجه سبيسيفيك هذه نحن كهو، ما تخصش اي دوله ولا تخص العالم الكل. لازم كوراج، وكما قلت معناتها لي زون بوزيتيف، معناتها يفو بوزيتيفي الحياه باش تستمر. دونك كان مش نقعدوا كنا تعبين ومتشائمين وخايفين، ما عنده ما يخصش حتى شيء، كنا انيفيكاس، معناتها اون بيردغ دو ليفيكاسيتي، حتى شيء ما مش ولي به، حتى شيء ماهوش حتى شيء باش يتصلح بالطاقه السلبيه، حتى اكزاكتومون، حتى بل بالعكس اون فاسا فاسا هو ديما يقول لك خمم في الباهي يجيك الباهي. ان شاء الله ديما تحسن الدنيا، وتاكل شيء تاكل شيء، نحن التوينس نجمو قادرين نتخطاو كل الصعوبات والمحن والدنيا الباهيه. دونك فوالا اقعدوا ديما إيجابيين وتحبوا روحكم وتحبوا الدنيا وتحبوا اللي دايرين بكم وتحبوا كل شيء. مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى الماضي ساعتين، اللي يحب نصيحة طبية ينجم يطلبنا على 31 380 ألف، زادة تنجموا تخليوا لي كومنتير نتاعكم المزانين على باج فيسبوك راديو اي اف ام. مازلنا مع بعضنا باش نحكيو على الماكلة، مزروبة على الماكلة أمين وطيبة لك شيء أميرة ليمات هذيا، ما عملت حتى شيء. طيبة طيبة صح صح يا معلم، أمين المخرج نتاعنا رمضان الأول في داره، ربي يسعده يهنيه. راهي أمينة زغرتوا له ولا ما زغرتوش؟ لا أميرة راهي طيبة وتميل في راسها وتصنف وتردي وكل حكايتها. تحية ليها، تحية ليها، تحية بيان سور نحياها، نقول إن شاء الله رمضانك مبروك وإن شاء الله كل عام وأنت حية بألف ألف خير، نتعداو القاع الخابية. قاعة الخابية، قال خاب عندي الحقيقة حاجة اللي طيبتها أنا البارح، قعدت نحكي اليوم أنا وصابرين، قلنا ناخذ فكرة علاش ليه، وإن شاء الله إيمان الدكتورة ما تعملش ملاحظة خاطر كلها بس باش تعمل بس أنا نحب ناكل بصراحة، نحب الماكلة حتى نزيد سي با نورمال، واحد ما يحبش الماكلة، لا نحب بيان سور نحب ماكلة بنينة زادة باك تكذب تتبنن، أنا نحب الماكلة البنينة حتى مش ماكلة ماكلة بنينة. باهي شقول لك أنا البارح شنو طيب شنو طيب عملت لحمة تن، لا ما هم يقولوا قبل عين السبنيوريه وحدها، عين السبنيوريه وحدها فوالا، اما قبل في قاع الخابيه في الماكله الزمنيه كانت موجوده عين السبنيوريه، تو ولات لحمه الطن وهكا وحاجات حاجه كما نقولوا احنا نوفوني مع التطور الوضع العصر الكل. كيفاش طيبها؟ انا اسمعوني مليح كيفاش نطيب لحمه الطن، وصدقا بكل امانه جات بنينه بطريقه غير عاديه، ما نعرفش على خاطر خذيت برشا وقت وطابت على نار هاديه بحكم اللي انا في الدار ما نخدمش، وكل ما 3:30 ل 4 ندخل الكوجينه نطيب كل شيء واحده واحده، وفي الاخر ديما انا هكا نبدا بشويه باش نخلط مع المغرب قد قد، خاطر كيفاش تقعد على الطاوله ونستنى حتى يثن هذيك دقيقتين الاخرانيين يفرعسوني، دونك ماذا بيا نقعد نعمل في اي حاجه. البارح عملت لحمه طن اللي هي تقص معدنوس جويد 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 كما يلزم، البصل نعمله بحكاكه جبن ربي فوق المعدنوس هذاك، نفوحوا بالطبيعه تشيشه ملح تشيشه في الملح، انا راني ما نحطش كنحط جبن ملح ما نحطش الملح يمكن هذاك علاش انا حتى كي ناكل وزني ما يزيدش، خاطر فما برشا حاجات في وسط الماكله ناقصين، كان حلو مش برشا كان ملح مش برشا، فما هكا نسي التعادل في الحاجات. دايوغ ليلي جو سوي داكور افيك تو، لازم نقصوا من الملح راهو يزيد برشا الماء، معناها يزيد برشا الماء نعمل لا غوتونسون دو العباد تنفخ، دونك توا ماذا بينا نقصوا الملح اللي نجم ينقص
مينيمم ماذا بينا اقل ملح ممكن في الماكلات الكل، هذاك سواء عنده مرض ولا ما عندوش مرض. معناها انا متفهم الوضعيه باش ما تحبش تزيد في الوزن انك تنقص في الملح. دونك برافو ليلي اللي تعرف الامور هذه بالاحساس مش قلت لك ما نحطش ملح، كي نحط جبن ملح البصل والمعدنوس نعملوا لهم فيهم تاعهم، تشيش تابلو كرويه، تشيش ملح، تشيش كركم، فلفل اكحل، تشيش فلفل زينه مش برشا جوست باش تبدل اللون، مي الاكثريه كركم باش تجيك لونها مزيان دغي شويه. ومن بعد تاخذ النص متكعبتين عظام نقصهم جويدين جويدين ومعاهم شويه طن، وناخذ جبن ملح وجبن حلو ونخلط هذاك الكل مع بعضه بيان سور بيدي مش بالمغرفه، عمري نستعمل مغرفه. نجموا تتخيلوا معناها المنظر كيفاش المغرفه والبنه والريحه وتحت وتعملت ولا انا بدايه وكل شيء بدايه اخذ حطينا لا حطينا كيفك ليه بالحق وما نجمش نستعمل المغرفه برشا فوالا. دونك هذاك كله يتخلط مع بعضه، المعدنوس البصل الفحم بتاعو معاه عظم مقصوص جويد معاه جبن حلو معاه جبن ملح يتخلط مليح، تاخو الاصفر نتاع العظمه الاصفر اكاهو الابيض لي وتصبو بالشيلم. ليه علاش؟ باش ما تجيش ساعه خاطر انا بطبيعتي ما نحبش العظم برشا في الماكله بصراحه، مي الاصفر هو اللي يلم وانا حاجتي بالحشو هذاك يتلم ما حاجتيش بالعظم، هو ديجا موجود فيه العظم المصمود زيدو حطوا له عظم نيه الحكايه تعطي اضافه اكبر. دونك ماذا بينا ديما نخليو ليكيليبر في الحاجات اللي نعملوها. وكل لحمه هذيك اللي حطيناها تطيب وحدها تحطها في طنجره تصب عليها كيتا زيت شاشه ملح شويه فلفل اكحل كركم شاشه تابلو كرويه كان عندك عرفرند ورقه ثوم عرفت ليل ينجم يمشي؟ لا لا علاش شويه اغير الزعتر الكلي نعمل صالو على القرفه ونحب القرفه والعود قرفه ولا شوش الورد والثوم الاصل لا 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 نروح نفطروا بالحق والله تيبك اللحمه هذيك تخرجها تحط فوق منها الحاجات التفاح هذاك الحشو هذاك اللي انت حضرته فوق اللحمه ديجا تعبت طابت زبدة في الماء ماء وزيت كركم فلفل أكحل كما قلنا ملح لا تنجم تحط شوية عرف مش بودر قرفة تنجم تحط كعبة عود قرنفل باهي حماية وتنحي الغاز وتهضم وباهي العود قرنفل في الماكلة تخطوخ في الحاجة دي تاخذ وقت ونفسها بنين على الأخر. بعد تاخذ الحماية تاخذهم تحط عليهم الحشوة ذاك تحط في الطبق متاعك تصب عليهم الماء اللي أنت طيبت فيه الحم كل شيء طيب والعظم طيب الطن طيب كل شيء فيه طيب بتحط في الفور يتحمل. 7 دقائق جست باش تتلم وتشرب الصوص نتاعها ياسر بنينه حاجه خارقه للعاده. باش كنت كميه تكفي والا كان عندك عائله كبيره برشا تنجم تعمل معاها روز تاخذ شويه روز كما نقولوا احنا كيس روز تغسلوا راهو الروز ما يطيبش هذه اضافه للسيدات الانيقات الجميلات اللي يشدوا الكوزينه كل يوم راهو الروز ما يطيبش بسهوله كي ما يتغسلش مليح على خاطر الروز مغلف بالنشا والنشا عباره على حمايه كيما الحمايه يلزم تغسل مليح 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 حتى تنحي له النشا نهائيا. انا نفركوا حتى صحيح والا فما استيوس اخرى تن بعد نعطيه لكم قولها لنا تو به مش مشكل تقلي الروز في الزيت والشوية زيت وشوية زبدة وتصب عليها الصوص سخونة تقليه للي يولي لونه ترانسبارون ريت كعبة الروز تولي ترانسبارونت تولي لونها صفرة. في مرحلة الغسيل باش نحيو لها ما نغسلش ما نغسلش من اصله ما خلينا نكمل لك انا بطريقه كمل هذيك علاش قلت لكم بعد فوالا انا نغسله مليح مليح نحيلو انشاء على الاخر باش يتب في حقه وناخذ زبده والا زيت تحطه في الطنجره نتاعك وتصب عليه الروز هذاك. انت مثلا عملت كيس روز امبا كبيره روز علي زوز لا تحطوا ساعة يشربك الزيت وإلا الزبدة تحسوا بداية باش يحمروا فما كعبات يحمروا في ساعة في ساعة الأرهف يحمروا في ساعة إذا كان حسيت فما كعبات أحمروا تصب زوز كيسان ماء من نفس الكاس اللي كيلت به الروز وتخليه يطيب. تنجم تحط له تشيشة كركم تشيشة في الكحل تفوحوا هكا طريف تبدل له لونه وتبدل له منظره وتبدل له زينه كما تحب وتحطوا معك لحمة الطن هذيك شوية بندق شوية زبيب عشان مزيان شوية بندق تنجم ميم الصوص نتاع الحم فستق.
ميم تجم الصوص نتاع اللحم، الصوص نتاع اللحم اللي انت طيبت فيها خاطر هي بتبدا كونتيتي كبيره بحكم باش طيبها، معني باش طيب اللحمه معناها لازمها تيب زبده تقعد كونتيتي كبيره نتاع الماء. هذيك اش تعمل لها؟ تاخذ الشطر نتاعها تحطها في البلاتو كيما قالت ليلي وتحطها في الفور. وبربي يا جماعه ما تحطوش الطن من معناها كي تدخل للفور، تحط الطن كي تخرجوا من الفور خاطر ديجا يولي اغيغو، وابار لاغيغو يولي فما مطعم معناها ابار المطعم الخايب يولي معناها يمرض الطن كي يدخلوا برشا كيكه للفور اي سيرتو يبدا شيع. استناني استناني جاني هوني قالوا هي اسمها لحم الطن. جاني هنا هي اسمها لحم الطن. استناني ساعه يمرض معناها انا ناكل ونعم. اي كي يبدا الطن مش مخلط في فارس، كي يبدا الطن مش كي يبدا الطن ماهوش ماهوش مخلط في فخس، ماهوش مخلط في حشو، ما هو يبقى هو في لحمه الطن يتحط ومعناها الفوق لا لا مزين مخلط انت تخلطه في ركز كل ركز معايا ركز معايا مش سامح سامحتني انا مركزه لا انا نحكي على نحكي على الطريقه اللي انا نعملها. انا نعمل الطن الفوق في لحمه الطن، انا نعمل الطن الفوق نزينوا الفوق معناه اللي حاب يحطوا من الفوق ما يدخلوش للفور. فوالا البصل والمعدنوس والبصل والمعدنوس والعظم اللي قصيته جويد والجبن المرحي الحلو والجبن المالح تحط مع الطن ويتخلط الكل وتحطوا بعد فوق اللحمه وتمرق بالجو هذاك اللي قلت نجموا نحوه منه الشطر نخليوه فوالا. دونك هنا الطن ساعه انا الطن من اساسه ما ناكلوش برشا بصراحه دونك ما ناكلوش محطوط على حاجه يا محشي في حاجه في باركيت يا في باتي يا في حاجه تتعمل اما هكا محطوط اللهم في هريسه حسيتو سيرتو شويه بصل وشويه كبار وحرام عليكم رمضان حرام عليكم رمضان هذيك بتشي شمي وعصر قارص شوية بالكروية شيشة نعني عشايح هكا شوية شوية يا ولادي شوفوا لها حل شوفوا لها حل مرضي معناها من هريسة من طريفة هريسة نعملك بلا عمرك لكليتو لا لا بربي بربي مش تلقى واحدة كيما ليلي اقتصادية الاقتصادية تخي تخي بيان بيان سور مغلب عليا كل جمعة هكا كل جمعة هكا ما تحكيش معها في حد حرام عليك يا ليلي. شنو رأيك إيمان في البلا؟ مانيفيك مفيد ولا لا؟ مفيد مفيد شنو الحاجة اللي تنجم تقلق؟ لا حتى شيء باش نقول لك فلسفتي أنا أنت قولي الحقيقة أنا صحيحة ولا لا؟ والله العظيم نتكلم معاك سبونتاني كما أنا بالضبط أنا نقول مادام حاجة فيها البصل وفيها المعدنوس راهي تهضم وتحرق الزيوت ليه صحيح ولا لا؟ ليه ديجا فيها برشا كي فيها الخضرة نوع أي نوع نتاع خضرة سي ديجا بيان سي نورمال شوية عظم وشوية جبن معناتها كل شيء سي نورمال إلي إيكيليبغي معناتها ولا أمبادير وفيه اللحم فيه البروتيين دونك إيكيليبغي وتتحط في الكوش مش مقلي ولا وبنين ودونك وسهل وخفيف ومعناها ويجي ماكله نتاع رمضان ويجي ماكله نتاع رمضان وماكله نتاع افطار خاصة يبدا معاه ان شاء الله في الافطار طيب يكون عيط لك ويجي افطر بحذايا معاه الرز زاد خفيف حتى من غير الرز حتى من غير الرز اوني با اوبليجي دو لاكومباني هذولي نجم تخليه ديجا هو سي ان بلا الخبز اكزاكتومون هو معناتها الي تالمون فيه برشا حاجات نجم يسوفي نجم يجي ان بلا دو ريزيستونس معناتها يجي بلا متكامل متكامل وفيه برشا حاجات وبنين و ولا ما هو ما عنده حتى علاقه بالعين سبانيولا خدنا دوماتات اللي تحكي فيها انت هذه حاجه لا هي تحكي لحم نيورا سي نوتر شوز العين سبانيولا حاجه اخرى باش نعطيهم لا روسي نكملوا ساعه حكايه الروز اللي باش نخليوه كملت انا الروز خاطر قلنا باش نحكي كاس ونعمل مشاكل هكا شويه الطن ما يجيش ودرشنا يا اخي طلعت تو اعطيني فكره على عين سبانيولا ناخذوا اللحم مفروم ياسر نمشيو للجزائر ناخذوا تريفات اللحم هبر هكايا ماذا بينا نرحيو في الدار ماذا بينا ما نرحيوش عند الجزار نرحيوه في الدار نفوحوه ملح فلفل اكحل شويه تيبل انا بون نفوح ملح فلفل اكحل بريسك هكا هاو ما نحبش نفوح شويه معناها برشا في رمضان دونك ونحطوا فيها كعب عظم نايا نحلوه نصمتوا بيان سور كعبات عظم نحطوا نحلوا كاللحم مفروم هذيك في معناها فوق حاجة نضيفها بيان سور سولوفان ولا حاجة هكايا ونحطو كعبات العظم ونلفوهم وفوالا ونلفهم بالكدا بالبابيي سولوفان ونحطهم شوية في الفريجيدير لو طون اللي احنا نحضرو الصوص نتاعنا شوية طماطم شوية هكا جوست شوية طماطم شوية فلفل زينة شوية تابل شوية ملح شوية فلفل أكحل شوية ثوم هكا هاو جي صوص ليجير معناها جي صوص خفيفة على الآخر
ونحطوا فيها كعين اسبانيوليه بعد ما تخرج من الفريجيدير بيان سور باش تشد معناها، والا عوض الطيب في الساس نطيبوها في الفور، جوست تحطها في شويه بابي الومنيوم وتحطها في الفور ميم با ماكسيموم معناها نتاع 20 مينوت ماكس تطيب وتحب شويه نسكر. حبت تقول لكم 20 دقيقة معناها أقصى تقدير 20 دقيقة وطيب. راني صابرين شنو نعمل معاك؟ يا بنتي شنو نعمل معاك؟ شدني معاك فاصل ثم نتواصل. أنتم تسمعوا في ليلتنسي مع ليليا. ليلة تنسى على أحلى راديو، راديو إي إف إم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين وين ما كنتم تسمعوا فينا. نستنوا تليفوناتكم، رأيكم يهمنا. مش قبل ما نتعدي وإحنا مازلنا في الكوجينة ونحكيو على الميكرو مواضيع الماكلة ما توفاش، وأنا اليوم خذيت شهادة ممتازة معناها عند الدكتورة دي ماكلتي متوازنة، ماكلتي حلوة ماخذة ليكيليب كل ما فيهاش قلق وبنينة بنينة. حتى كان مش متوازنة لازمكم تقولوا متوازنة. ما ليلي معناها بنتي ليلي في رمضان أنا وحدة من الناس غلبت عليا راه ليلي هكا هو متوازنة مازلنا باش نحكيو. أما قبل ما نتعداو من شعانا الهادي من القصرين، أهلا وسهلا يا هادي. أهلا بيك أختي لي. مرحبا بيك يا سيدي، مرحبا. وبيك إن شاء الله رمضانك مبروك و يعيشك، وأنت زيدا إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير، أنت والقصرين الكل. يعيشك أختي وإن شاء الله ومرحبا بضيوفك. يعيشك يعيشك. عايشك اختي. بلاي مش نسأل الدكتورة على الأكل في الشقة الفترة. ايه كي ناكل نتقلق كيما قبيلك نفسه باش بالرغم زيد كي ناكل البريكة، كي ناكل البريكة ما نتواتاش نبيها طول اكزاكتومون فما خاطر الزيت قليل نتاع الزيت. تتقلق بمعدتك؟ تتقلق اي تتقلق بمعدتي، نشوف روحي الاكل الكل ماشي يطلع كل ايوا دونك عندك مقبله نتاع الجاير هذاك لو غوفلو نتاع الجاير بهذاك الزيوت ينجموا يقلقوا معناتها سا سي كلير حاجه سورتو البريكه. ويذول يزدا تاو مثلا نعبد الكل نصيحه للناس الكل يزدي في البركه خلطنا ال 15 يوم الثانيين من رمضان نقصوا من البريك نقصوا من البريك تنجم تعمل بريك ما شويه اي ولا اي اون اسباس حتى فيها زي العظم وكل شيء جو بونس كون بو نجموا اون ايتال شويه يزدي خاطر ابخي 15 جور. والحاجه الاخرى كان عندك بروبليم تاع الجير فما دويات نعطيهم يساعدوا العباد باش ينجموا يصوموا بصفه معناتها مرتاحه وينقصوا لهم مشكله الجير. دي ميديكامون تاع المعده اللي يغلفوا المعده ينجم ياخذهم بصفه مستمره وموا مع الناس ما نجموا يصوموا كان ما ياخذوا الدويات هذوما باش ما يصيرهمش بروبليم هذايا خاطر سا با دو سونس سورتو كان بعد ما تتعشى تمشي ديريكتومون يتكا يتمد معناتها دونك لا الماكله كلها تنجم تعاود ترجع هذاك علاش سورتو المشكله اللي نلقاوها بلوس اكثر عند الرجال اكثر من النساء اون جينيرال المراه تكمل تمشي تغسل معون دونك تتحرك تمشيش تقعد ديريكتومون ان سالونج توا هذاك علاش دونك نشجعوهم باش يخرجوا يعملوا ام تي تور يدوروا دونك هذاك باش تنجم الماكله تقعد تهبط ما كان سينو يهضم سينو يولي بروبليم جير ما تفهم المعده بلا محلول والماكله تعمل لو سونس انفيرس تطلع فيغ لوزوفاج ويعمل الحريق بيان سور تتقلق. وفما كل واحد يعرف بدنه زاده اللي يعرف روحه فما حاجات يعملوا له جير كو سوسوا حتى خاطر حاجه قويه ولا خاطر حاجه مزيته ولا فما حتى ناس الحلو يعملوا لهم الجير فما حاجات حلوه يعني يسمون بيزيفيت معناتها يجتنبوهم الحكايات هذوما دونك يبعدوا عليهم باش ما يتقلقوش. سي الهادي تسمع فينا تسمع في الدكتوره؟ أيه انت جرب اليوم جرب اليوم ما تاكلش أيه. بريكه ترى بالحق بالحق ما تاكلش شوف تضحك دونك ما تنجمش معناها انت كيفي ما لا اعصر عليها برشا قارص علاش هما يعصروا القارص على البريك باش يحرقوا الزيوت ويحرقوا العظام تنقص على كل حال تنقص اعصر عليها برشا قارص وكولا ما دام كنت تحب يا عايشك يا عايشك بارك الله فيك مشاهي طيب ان شاء الله ديما متالقين عايشك يا خو بخاطرك يا سيدي تحياتنا ليك وللقصرين الكل 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 مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى الماضي ساعتين تطلبون على 31 380 الف تخلينا لي كومنتير نتاعكم المزيانين نتعداو الماسك واستجمام يلا ماسك واستجمام احنا مازلنا في الكوجينه
احنا مازلنا في الكوجينه معناها طيبنا وعملنا واللحمه وكل حكايه هذيك الكل. انا نحكي معكم مخمش باش نطيب من بعض. ليه بالحق الحاجه اللي توا انا معناها هكا عجبتني فيك على الاخر اللي انت بالحق راوي يا جماعه تبارك الله ماهيش قاعده معناها تستعمل في ورقه ولا حاجه فريمون هي معناها تحكي بكل تلقائيه وسبونتانيمون ولا زيد نعطيكم حاجه اخرى زيد تتعارك كل جمعه تتعارك على الورقه تقول ما تعطيونيش ورقه انا ما نحبش نحب ورقه اي كل جمعه الحاجه اللي خليتها مميزه بالحق نقرا الورقه ندخل بعضي نضيع كل شيء باش ناخذوا فكره على جمال الانثى. انا نحب المراه المزيانه نحب المراه اللي تلهي بروحها نحب المراه اللي تعجبها روحها نحب الحقيقه ماسك سهل 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 على الاخر ولو انها صابرين قبيله في الكواليس قالت اللي جربت الماسك نتاع البطاطا وقشره البنان تو بعد نحكيو فيها خاطر الوقت ما يكفيناش باش نعطيكم ماسك نتاع اليوم سهل 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 ونحبكم امان خذوا لي بخاطري انا نحبكم المستمعين نتاعي حاولوا تجربوا ما في حتى شيء اسهل منه وما فماش مي حاجه خارقه العاده لمحاله انا مخليها باش نعملوا قريب العيد باش نعيد انتم اعملوا تو يفرحكم تاخذ الكركم فماش فماش ما تصورش واحد دار ما فيهش كركم تاخذ الكركم والعسل تخلطوه مليح 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 تحلو بالقدا كيما نعرفينا تحطوا شويه في الكونجيلاتور على الاقل 20 دقيقه باش يلم وديما الحاجه كي تبرد على القشره تبدا خارقه للعاده. انت قبل ما تحط الماسك نتاعك ماذا بيك بشويه ماء دافي تغسل وجهك مليح 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 كانك تحل في البوش صحيت تنشف زاد هكا بالراحه ليجيرمون ومن بعد تاخذ الماسك هذيك بارده وتعديها على وجهك وانت تطلع الفوق. ابروبو سالوا الكلهم كيفاش يعملوا الماسك نتاع لي بوش تحت العين بالمغرفه نتاع القهوه، مغرفه القهوه ديجا تلقفيها كي تحطوا تلقاها في قياس تحت العين. اول ما تبدا بعينيك تعمل الماسك هذيك وتحط على عينيك وعباره على هكا تقول ارفع عليك اسم الله عليك اسم الله عليك يا صاحبي. لا بالحق الكلام هذا لا بالحق ما نفدلكش انا نقول روح اسم الله عليك انا نقول اسم الله عليك وما احلاك وما شابك ونبدا نفرح بروحي معناها وتعملها هكاك بالمغرفه تحت عينك الكل وتجي للحرف نتاع العين وتحط المغرفه هكا باش تحل غيط العين مشرقه الوجه اللي يعطي اكله وتعمل الماسك نتاعك وانت تطلع الفوق معناها عباره تخدم في وجهك كيف ما يلزم رقبتك زاده علاش لا وتاخذ شيطه نتاع دون دي فريس سنيك تعمل سنيك بالعسل وال معروف اي معروف اي تقعد به شويه ثلاث اربع دقائق وتغسل فمك وتشوف سنيك كيفاش ولا وجهك تقعد به ما بين 37 دقيقه وساعه غربا ما فماش حاجه تفوت ساعه غربا اذا تفوت حتى ساعه غربا تولي تعطي العكس نتاعو وصلنا لوقت الاخبار بعد الاخبار نكملوا الموضوع هذا فاصل ثم نتواصل.